يحيى، نحدثك الآن من مدخل مخيم جنين، وكما تشاهدون في هذه الصورة آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي تغلق المخيم بشكل كامل. المخيم محاصر والاشتباكات مستمرة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة أحياء داخل المخيم، انفجارات متتالية، انفجارات عمليا لا تتوقف سواء داخل المخيم أو في مدينة جنين. الآن مساجد مدينة جنين تدعو للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي وتناشد القرى في محيط مدينة جنين بأن يساهموا في التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاصر المخيم الآن. ما جرى يحيى أن قوة خاصة إسرائيلية وصلت إلى المخيم وحاصرة إحدى البنايات، تم اكتشاف أمرها من مقاتلين فلسطينيين وبدأت الاشتباكات المسلحة مع هذه القوة الخاصة الإسرائيلية. وقبل وصول تعزيزات عسكرية إسرائيلية بعشرات الآليات التي وصلت وحاصرت المخيم، كان هناك محاصرة للقوة الخاصة الإسرائيلية التي حاصرت إحدى المنازل في المخيم. مقاتلون فلسطينيون حاصروا هذه القوة واشتبكوا معها واستمرت الاشتباكات لفترة طويلة. قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت بالمزيد من التعزيزات العسكرية، خرجت من حاجز الجلمة ووصلت إلى مخيم جنين، حاصرت المخيم بشكل كامل وهي الآن تقطع الطريق بين المخيم وبين مستشفيات المدينة. نحن الآن بالقرب من مستشفى جنين الحكومي، وهذا المدخل الرئيس لمخيم جنين الذي تقتحمه قوات الاحتلال الإسرائيلي وتغلقه بشكل كامل. لم تسمح قوات الاحتلال لطواقم الإسعاف بالدخول إلى مخيم جنين لنقل إصابات من داخل المنازل. شوهد مقاطع مصورة من داخل المنازل لمصابين فلسطينيين، أهلهم يحاولون أن يشرحوا للمسعفين عن الإصابات التي تعرض لها الشبان داخل مخيم جنين لكي يتمكنوا من تقديم إسعافات أولية بدائية لهم، وهم غير مختصون بالطبع لتقديم إسعافات أولية بالأقمشة للمصابين داخل مخيم جنين. قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت المخيم أكثر من مرة بطائرات مسيرة، وقبل قليل كان آخر قصف في مدينة جنين وليس فقط داخل مخيم جنين. الاشتباكات مستمرة كما تستمع يحيى، الاشتباكات مستمرة وتشتد من وقت لآخر داخل المخيم مع محاصرة قوات الاحتلال الإسرائيلي لهذا المخيم ومع اكتشاف أمر قوة خاصة إسرائيلية. الملاحظ هو وجود قبل قليل طائرة مروحية إسرائيلية، ليس فقط طائرات مسيرة بل طائرة مروحية وصلت إلى هذه المنطقة وكانت تحلق في سماء مخيم جنين. يقول شبان من داخل المخيم إنهم أوقعوا إصابات محققة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي. عادة ما تصل الطائرات المروحية عندما يكون جيش الاحتلال في مأزق في إحدى عملياته في المخيمات الفلسطينية، كما حصل قبل أيام في مخيم طول كرم عندما وصلت طائرات مروحية وتبين أن جندي مصاب بجروح خطيرة في مخيم طول كرم. فعليا وصلت طائرات مروحية إلى هنا مع حديث من شبان داخل المخيم أنهم أوقعوا إصابات محققة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا القوة الخاصة التي حاصرت منزلا فحاصرها المقاتلون الفلسطينيون. هذه القوة الخاصة لجأت إلى أحد المنازل وبدأت بإطلاق النار لتختبئ داخل أحد المنازل في مخيم جنين لحين وصول آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي والتعزيزات العسكرية التي خرجت من حاجز الجلمة ووصلت إلى مدينة جنين ومخيم جنين معززة بجرافات عسكرية وهي الآن تحاصر المخيم بشكل كامل. قوات الاحتلال تحاصر إحدى البنايات وهناك إصابات مؤكدة داخل المخيم لشبان فلسطينيين، ولكن لم تصل أي إصابة ولا لم يصل أي شهيد إلى مستشفيات مدينة جنين لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي منع طواقم الهلال الأحمر من الدخول إلى مخيم جنين لنقل إصابات بعد مناشدات من الأهالي داخل المخيم للهلال واتصالات بالهلال الأحمر بأن يأتي الإسعاف لنقل إصابات من داخل المنازل. عميد الإعلام العبري، الإعلام العبري عميد اسمح لي هنا، إسرائيل اليوم العبرية تقول إن مسيرة اغتالت 3 مسلحين في جنين، أنت تقول إنه لا توجد أي معلومات رسمية حتى هذه اللحظة عن سقوط شهداء في هذه الاشتباكات المستمرة. عميد، أخبرنا عن طبيعة البناية التي حاصرتها القوات الخاصة
في مخيم جنين وأين تتركز هذه الاشتباكات في هذه اللحظات في المخيم؟ تفضل. نعم يحيى، قوات الاحتلال الإسرائيلي والإعلام الإسرائيلي تحدث أكثر من مرة عن إصابات وأنه تمكن من اغتيال شبان داخل المخيم، إلا أن أي مصدر فلسطيني رسمي سواء من الهلال الأحمر أو من مستشفى جنين الحكومي أو من وزارة الصحة الفلسطينية لم يؤكد حتى الآن أي إصابة أو أي شهيد، لأن من أصيبوا أو استشهدوا لم يسمح لطواقم الإسعاف بالوصول إلى المخيم لنقلهم إلى المستشفى، وبالتالي لا تعتمد المصادر الرسمية الفلسطينية على ما ينشره جيش الاحتلال الإسرائيلي من وقوع شهداء داخل المخيم إلا بعد وصولهم إلى المستشفى والمرور بإجراءات رسمية بتبليغ ذويهم. قوات الاحتلال الآن صفارات الإنذار مرة أخرى في مخيم جنين يحيى، حتى يفهم المشاهد عميد ماذا تعني صفارات الإنذار عندما تدوي في مخيم جنين؟ يحيى، صفارات الإنذار عندما تدوي في بداية الاقتحام تعني أن الاقتحام بدأ، ولكن عندما تدوي بعد حصول الاقتحام يكون هناك إما مناشدة لمقاتلين آخرين بالدخول إلى منطقة من مناطق المخيم، إما أن يكون هناك إشارة محددة بين المقاتلين الفلسطينيين داخل المخيم، لذلك تدوي صفارات الإنذار من وقت لآخر في هذا المخيم. قبل قليل بعد حصول قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية داخل المخيم دوت صفارات الإنذار، وهذا يعني أنه إشارة للمقاتلين الفلسطينيين بأن ما جرى داخل المخيم هو قصف من طائرة ستفجير عبوات ناسفة. نعم، الآن بعد دوي صفارات الإنذار بدأت الاشتباكات مرة أخرى في أحد الأحياء داخل مخيم جنين، تحديدا الحارة التي تسمى حارة السمران داخل مخيم جنين، تتركز فيها الاشتباكات المسلحة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يطوق المخيم بشكل كامل. قوات الاحتلال الإسرائيلي يحيى وصلت إلى هذا المخيم من عدة نقاط وتمركزت في جميع محاور المخيم، عمليا المخيم محاصر بشكل كامل كما تشاهد هذا المدخل الرئيس لمخيم جنين في هذه الصور الخاصة للتلفزيون العربي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تمركزت على هذا المدخل لمع أن الاشتباكات في حارة أخرى، إلا أنها هنا لتمنع سيارات الإسعاف من الدخول إلى المخيم ونقل إصابات أو شهداء إن وجدوا داخل المخيم. نستمع للاشتباكات. إذن الاشتباكات داخل مخيم جنين تشتد كما ذكرنا يحيى، بعد إطلاق صفارات الإنذار تجددت الاشتباكات وبدأت تشتد في عدة أحياء داخل مخيم جنين. في هذه الأثناء نسمع صوت إطلاق نار كثيف داخل المخيم من أسلحة رشاشة في اشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومين الفلسطينيين. مرة أخرى صفارات الإنذار